dit récemment que tu l'épousais. Depuis j'ai l'impression d'étouffer. J'ai besoin de te le dire. Raconte-moi ce que je n'ai pas qu'elle pourra t'offrir. J'étais prête à tout pour te voir sourire, mais ça ne suffisait pas. Partout je te cherchais, sans trop savoir où aller. Je n'ai perdu les mots. Bonjour les filles, j'espère que vous êtes comme ça va. مرحبا بكم في القناة ميس خولة. هي ميرسي بيان الناس اللي راهي دارت ابوني وراهي معنا في القناة. ميرسي بيان سي بيان، شجعتوني بزاف وشجعوا الناس الثاني اللي دارت لي جام اوسي ما نساوهاش. والناس اللي راهي حاضرة معنا في الفيديو راهي تتفرج في الفيديو، ما تنساش دير ابوني وتكليكي على الجرس هذاك باش يلحقها كل جديد نتاعنا ان شاء الله. واذا عجبها الفيديو دير جام اوسي. اوكي ما نطولش عليكم. بالنسبة الفيديو تاع اليوم راح نقول لكم، نحكي لكم على لي بارفان، لي بارفان اللي فاتت عليا واللي راني نستعملهم، لي بارفان اللي عجبوني وراح نعطيكم نصيحه عليهم. اوكي راح نمروا للبارفان الاول، بلاك اوبيوم هايل بزاف. جات الاخرى تاعو في النوار فريمون هايل، الناس بزاف نصحتني به ونهار كي جربته فريمون ريحه تاعو منعشه، هايل بزاف. خلاص بلاك اوبيوم بالنسبه للسعر تاعو يدير 185000. بلاك اوبيوم يدير 85000 كيما راكم تشوفوا القاروره تاعو نوار، يعني هايل بزاف ومليح في الشتاء ثاني. يعني انا نفضله في الشتاء باسكو منعش، ويعني على حسب الخبره تاعي وحوست عليه لقيت فيه الكافي كيما تعرفوها تفيق، يعني تفيق وتخليك مصحصح اوسي. وثاني فيه الفلوغ دورونجي، فلوغ دورونجي عمل كتعطيك لمسه فريمون هايله ومنعشه اوسي. اوكي بما يخص البارفا الثاني، البارفا الثاني ار ان بي، هذه البوشيت نتاعو راكو تشوفوا فيها البوشيت تاعو ثاني هايله تحفه. ار ان بي هذا هو الشكل تاعو، هو ثاني شويه ثقيل ماشي هذاك الخفيف بزاف، ثقيل هايل بزاف. حتى هو نفضلوه للشتاء، هايل بزاف كما راكم تشوفوا. بالنسبه للبري تاعو ار ام بي يدير 150، هاو يا بالبوشيت تاعو موف. راح نمروا درك البارفان ثالث، ناتور ما كاش لي ما تعرفهاش. ناتور هايله بزاف، جات في الروز، جات هايله فريمون هايله. هاكو كيما تشوفوا جات في الروز وخفيفه بزاف بالاخص في الصيف، هايله. الاخرى تاعها غوز هايله بزاف، انا ننصحكم بها بزاف. خلاص بما يخص البرين تاعها راح ناتور دير 190، وناتور دير 190 يعني هايله بزاف. البارفان رابع ما كاش لي ما تعرفهاش نينا غيتي، هايله بزاف نينا. كاينه في الغوز وكاينه ثاني في النوار، النوار تاعها ثقيله وانا نفضلت الغوز باسكو خفيفه ومنعشه ولا غير هايله بزاف. هذه هو الشكل تاعها وخفيفه وتديها معك ثاني في الصاك، يعني مش حتثقل عليك كيما راكم تشوفوا. هذه هي هايله بزاف، ريحتها فريمون منعشه، جست ما تحليها بعد تشمي تطلق واحد الريحه فريمون هايله والله هايله، ننصحكم بها بزاف. خلاص نينا ومش غاليه بزاف، نينا دير 95000، البري تاعها 95000. انا قلت لكم فضلت الغوص باسكو كي فيها النوار تاعها ثقيله يعني شويه، وحتى هي هايله بيان سور. راح نمروا لامياغ بارفان تاعي، بالله شكون ما يعرفهاش، بالله فيها انواع واشكال وفيها بزاف انواع، بالله خفيفه جات في الغوص هايله بزاف. هاكو تشوفوا لا بواط تاعها جات في الغوص باسكو يتنوعوا بزاف لي بواط تاعهم، هايله بزاف بالله. هذه هي لاميار بارفان تاعي، هذه البارفان اللي يعني نستعملها. فيما يخص البريد تاعها بلا دير 210، هذه هي بلا، هذا هو الشكل تاعها باسكو راهي تتنوع بزاف الاشكال تاعها. اوكي اخر حاجه راح نعطيكم الكوفر هذا،
كما قلت لكم هذا هو الكوفر اللي راح ننصحكم به، وهو كوفر هاير فريمون هاير بزاف. خلاص كارلوتا الأنيقة والله غير فريمون هاير. الكوفر هذا دات اختي معها في جهازها، باسكو فريمون اول ما حليت لابوات نتاعو طلق واحد الريحه هايله بزاف. خلاص وراح نعطي لكم الاناقه اللي داخل كيما راكم تشوفوا، فريمون هايل. فيها جل تاع الاستحمام، جل الاستحمام ريحته هايله. انا ننصح به العرائس، باسكو يعني العرائس يعني راه تدي كوفر نتاع ريحه، نصحته به بزاف باسكو اختي ثاني داتو. فريمون هايل الريحه تاعو هايله. ها كيما راكم تشوفوا جديد مغلق، هذا جل الاستحمام فريمون هايل ريحته هايله بزاف. خلاص كيما قلت لكم اول ما حليته طلق واحد الريحه هايله ما نقدرش نوصفها لكم. هذه القرعه تاعها صغيره يعني تديها معك في الصاك، يعني منعشه والله فريمون منعش هايل بزاف. خلاص والله فريمون هايل ريحته ما قدرش حتى نوصفها لكم. عنده ثاني هذه خفيفه ماهيش قزاز، هذه بخاخ معطر للجسم كما راكم تشوفوا، هذه معطره للجسم. زيدوا كما في هذا الاناقه تاعو فريمون، هذه حتى كي تفض تقعد ديكار فريمون هايله. عليكم فريمون اناقه والله كارلوتا والله فريمون هايله بزاف. خلاص ماشي محتم يعني العرائس، ماشي محتم وحده تقلش روحها. لا هذا مرطب للجسم، يستعملوه يعني كي تخرجي من تعملي ديري الدوش، تخرجي من الدوش ترطبي الجسم تاعك. واحد الريحه اللي تطلق ريحه هايله بزاف. خلاص كارلوتا راهي تتنوع فيها، حتى واحد لابوات غوز جات في الغوز، انا فضلت هذه باسكو جوست ما شدتها عجبني الديكور تاعها عجبتني بزاف. خلاص مام لاكولا تاعها هايله بزاف. هاكو كيما راكم تشوفوا في هذه الصغيره، وفي هذا تاع بخاخ، هذا البخاخ المعطر للجسم، هذه البقعه تاعها فيه جل الاستحمام وفي ثاني مرطب للجسم. هذه هي لابواط نتاعو. فيما يخص السعر تاعو يدير 320 ماشي خساره في العروسه، فريمون باسكو هايل ومنعش رائع جدا. قلت لكم يدير 320، ويعني راح نحط لكم تحت الفيديو دوك نحط لكم كل بارفان والسعر تاعها. وفي لافان راح نختمت لكم بالكارلوتا بالكفر هذا اللي نصحت به العرائس، وماشي غير العرائس يعني قادرة اي وحدة تشريه، اي وحدة تهتم برها يعني مليح بزاف رائحته فريمون منعشه. وكما قلت لكم مرسي بيان كي تبعتوني، ما تنساوش ابوني، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ايا وجيسبر يعجبكم الفيديو، واللي عنده اي تفسيرات على اي بارفان ولا اي حاجه يخلي كومونت، وثاني تقدروا تراسلوني في الماسنجر والانستغرام، انستغرام خليو ميساج وراح نريبوندي عليكم. وما ننساش ثاني فيما يخص لي بارفان، اي حاجه تخص بالكوزميتيك انا نشري من عند خالي عنده كوزميتيك فريمون هايل، يعني هو نستشيره في اي حاجه نحتاجها، اي حاجه نسمع بها خرجت جديده ولا جات جديده راح نروح نسقسيه عليها، هو ينصحني بها ويقول لي الحاجه المليحه والحاجه اللي ناقصه شويه والعيانه. اوكي اي حاجه واي استفساراتكم على اي حاجه خلي كومونت تحت. اي ميرسي بيان باي.